حقيقة ودي الأفعال الجيدة، أهم شيء الجمهور واسع، يعني أعتقد لسه ما عندنا إحصائيات دقيقة، لكن على الأقل مرتين عن العام الماضي ومرة ونص عن السنوات اللي قبلها، هذا الشيء كتير مهم. وفي الحقيقة مش بالأفلام فقط، وإنما الندوات والباستر كلاسس والسينغونا والمعرض والفعاليات والحفلات وكل الأشياء اللي كانت في أعلى درجاتها، أما يكون هناك كثير من النقاش هذا شيء صحي وممتاز. أزمات كتير حصلت توقف أي مهرجان لو مش قوي، تعاملتوا إزاي مع الأزمات اللي كنتوا بتمر؟ احنا من العام الماضي استطعنا نعمل دورة في وقت كورونا، وكان فقط مسموح لنا اشياء 5 أسابيع فقط لعقد الدورة بسبب قرار مجلس الوزراء لفتح المجال قبل 5 أسابيع فقط من المهرجان، خلانا نعرف انه اي صعوبات اي عقبات واكبرها كان موضوع الحريق. بيتداول اقاويل في الصحافة ان الطاقم الفني للمهرجان كله هيتغير بعد الدورة الخامسة، يعني ممكن نصدق الاقاويل اذا تحب، بس انا ما عندي اي تعليق بالموضوع هذا، هذا موضوع بعيد عن الصحافة.